ما زلنا نتواجد هنا بدار بوعزة بالضبط في السوق الأسبوعي الأربعاء. بزاف ديال الناس اللي كيتشكاو من الزيادة ديال البوطة، ومعنا أحد الناس اللي ضرتهم هذه الزيادة. أشنو تبغي تقولي؟ أخويا راه عندنا مع المسؤولين زادت لنا البوطة، كنجري على وليدات راجل ختمت 22 عام ديال الحبس، حشوم كيزيدو علينا البوطة. الكريم مسكين ما كاينش لقيته في نسكو. أنت دريتي من الزيادة؟ دريت الزيادة ديال البوطة، من ولات البوطة الكبير داير 1000 ريال، الصغيرة ديك الناس دايرة 300، ديك الأخرى دايرة 560 بزاف. كان اللي عنده ثلاثة الوليد كنجري على وليدات ولاد ختي، راجل ختي مضروب 22 عام ديال الحبس، كنبيع القفة والميكا. بزاف هادشي. وانت واش هاد الزيادة هادي 10 دراهم كانت كثيرة بزاف بالنسبة لك؟ ما 10 درهم ماشي هي 300، البوطة الأخرى النص ديال الكبيرة ولا دايرة 560، الكبير دايرة 1000 ريال ماشي هي 800. بزاف مازال ملي كانت 800 كنا نقول والو، إنسان أش غيدير؟ 10 درهم تجيب واحد ربعة ديال الدجاج وقول لي كاين اللي كيوصل كاين ما كيوصلهاش. شت تصور تقفوا الميك اب بنادم اش كيصور فيهم كيصور فيه حتى شي حاجة. أشنو تبغي تقولي للمسؤولين؟ المسؤولين شوفوا من حالنا ينقصوا لنا من البوطة، هادشي غير بزاف. واش تقولي للحولة ديال العيد؟ الحولة ديال العيد راه ممكن ما معيدش، أنا بنفسي ما معيدهاش. علاش ما تعيدش؟ راه ما عنديش فلوس باش نعيد. أنت فين كتسكن؟ أنا كنسكن في دورة الحد. دورة الحد تابعة لشنو الجامعة؟ الحد سوالم. تابعة الحد سوالم؟ الحد تابعة الحد سوالم. وأنت شنو تبغي تقولي لشي نداء الناس المحسنين اللي بغاو يتعاونوا معايا؟ عندي ثلاثة الوليدات راجل ختم ضروب 22 عام ديال الحبس. مشى باطل. وشكون اللي خدام عليك؟ أنا اللي خدام عليك. بوحدك؟ بوحدي. وشحال ديال النفوس؟ خمسة نفوس. خمسة نفوس. ودريرية يلا عندها ثلاث سنين هي ستة. كارين؟ كارين بيت. بركة في بركة. شحال؟ ها؟ شحال؟ بركة دايرة ديال المي كتكاري ب 10000. قارني الكرا جينا تردزنا في ديك البراكة. دابا أشنو تبغي تقولي للناس اللي بغا يعاونوك؟ يعاونوني. ما عنديش. الله يرحم لهم. وقولي لهم أشنو تبغي؟ الله يرحم لهم الوالدين عاونوني في هذا العيد، كنجري على ولاد أختي. با مضروب 22 عام ديال الحبس. الله يرحم لهم الوالدين يتعاونوا معايا. شي رقم التليفون ديالك؟ 07 20 83 59 06. حنا بدورنا كنوجهوا رسالة للمحسنين. الناس اللي كيبغيو يديروا واحد الصدقه جاريه يحاولوا يتواصلوا مع اختنا اللي هي هزه واحد المسؤوليه كبيره بزاف. راجل الاخت ديالها كاين في السجن 22 عام ديال الحبس، هي اللي خدامه وكانت كتقول لك انها مشى مظلوم انها ظلما. الله يجازيكم بخير. نحاولوا احنا مغاربه نتحدوا في واحد درهم ولا 10 دراهم 150 واحد يقدروا شي اختي حولي ويفرحوها. اذا درنا 10 دراهم واحد 200 ديال الناس يتواصلوا معها في الرقم ديالها ويحاولوا يفرحوها بواحد الحوله ديال العيد. هاد الناس اللي كان يسال الله وفرحوك بشي حاول، اش تقولي لهم؟ الله يرحم لهم الوالدين، الله يجعل لهم مزنه الحسنات، الله يرحم لهم الوالدين، الا عاونوني كنجري على ولاد اختي. واحد محمد صابح اللي اختي دار لي فلوس ما عندناش باش نعيدو، كنجري على ولاد اختي. راجل اختي مشى باطل، تحكم 22 عام ديال الحبس. الله يرحم لهم الوالدين تعاوني، انا كنجري على اللي تما على هذوك الدراري اللي تما الحيين، انا اللي كنجري عليهم كنبيع القفه والميكا والكارو. الله يرحم لهم الوالدين يتعاونوا معايا. حنا بدورنا كنقول للناس اللي غيتعاونوا مع اختنا شكرا، والله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم.